المحسن والباب والإسقاط بين الحقيقة والخرافة والسياسة، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا تقليد في أصول الدين، لا تقليد في العقائد، أمور لا ترضي الطائفي والتكفيري من كل المذاهب، لكنها توافق واقع وسطية الدين والضمير والأخلاق. تحت هذا العنوان طرح المرجع الصرخي الحسني واحدا من أهم أبحاثه التاريخية العقائدية، والتي تحمل في طياتها مفاجآت وحقائق صادمة وبأدلة وشواهد متعددة، نفى خلالها خرافة وأسطورة الباب والمسمار وكسر الضلع والإسقاط للمحسن. هذه الأبحاث هي ضرورة اليوم يفرضها الواقع المعاش، يفرضها حجم الإرهاب وحجم التكفير وحجم التقاطع وحجم التراشق والإقصاء والتهميش، ويعني لنقول ثقافة تكفير المقابل وغياب ثقافة الحوار وغياب ثقافة الإنصاف والتحقيق والموضوعية والدقة والعمق في تحليل الآراء وتحليل الموروث للوقوف على الصحيح منه ونفي الفاسد ونفي ما دلس وما حرف. مبنى الشيخ المفيد والطبرسي وأئمة العلماء والعقلاء على نفي وجود المحسن، فعلى مبنى ومنهج الشيخ المفيد والطبرسي وجملة من أئمة العلماء والعقلاء كالأربلي وابن الطقطقي والحلي وآخرين رحمهم الله ولثمانية قرون، جميعهم ينكرون وينفون وجود المحسن ولا ينسبونه إلى أبناء الإمام علي عليه السلام، بل ويذهب الشيخ المفيد والطبرسي إلى تضعيف وتوهين قول القائلين بوجوده، ولا يعدونه قولا معتبرا ولا رواية أصلا. نعم، أشار السيد الأستاذ المحقق دام ظله الشريف في بحثه العقائدي والتاريخي إلى أن الشيخ المفيد رضوان الله عليه ينكر وجود المحسن، حيث قال سماحته أن المفيد يتبنى القول بعدم وجود المحسن ذاكرا رأي المفيد الذي ورد في كتابه الإرشاد، حيث قال المفيد: أولاد أمير المؤمنين عليه السلام 27 ولدا ذكرا وأنثى، الحسن والحسين وزينب الكبرى وزينب الصغرى وهي أم كلثوم، أمهم فاطمة، فاطمة البتول صلوات الله عليها سيدة نساء العالمين. فمن الواضح جدا من هذا الكلام أن مبنى الشيخ المفيد نافي لوجود المحسن، النافي لوجود المحسن يبطل دعوى الإجماع على وجوده. اتفاق شيعي سني عام على إنكار الباب والإسقاط. فبعد معرفة المبنى الشيعي العام على إنكار وجود المحسن ومعه تنتفي حادثة الإسقاط، فالمبنى السني العام يقول بولادة المحسن ووفاته بحياة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي لم يتعرض لحادثة الإسقاط، وهذا هو محل الاتفاق على إنكار الباب والمسمار وكسر الضلع والإسقاط على كلا المبنيين. مصاهرة وتزويج تنسف خرافة وأسطورة الباب والمسمار وكسر الضلع والإسقاط. مصاهرة ثابتة عند السنة والشيعة، مصاهرة عمر رضي الله عنه لعلي عليه السلام بتزويج أم كلثوم ابنة الإمام علي لعمر عليهما السلام، ثابتة في كتب الحديث والسير والتاريخ والتراجم والرجال والأنساب الشيعية فضلا عن السنية. زواج الخليفة عمر رضي الله عنه من أم كلثوم بنت الإمام علي عليه السلام ثابت في الموروث الشيعي فضلا عن السني، فقد ورد في أبواب التزويج والعدة والميراث والصلاة على الجنائز وغيرها، إذ أورد الكليني في الكافي الجزء السادس والطوسي في الاستبصار في الجزء الثالث
أنه سئل الإمام الصادق عليه السلام عن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت زوجها أو حيث شاءت، فقال عليه السلام بل حيث شاءت. إن علي عليه السلام لما توفي عمر رضي الله عنه أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته، فهذه أحد الروايات التي تثبت هذا الزواج وهذه المصاهرة. لله درك يا عمر، لقد أخلصت وصدقت وطلبت وصبرت ونلت، وصرت صهرا لفاطمة وصهرا لعلي وصهرا للنبي عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام. تصاهر مؤكد وعلاقة عائلية موثقة وسيرة ودية حسنة لا يصمد أمامها أباطيل العصرة وأسقاط المحسن والمسمار.